دكتور خالد، بهذه الحالة هل قائد الجيش مريح أكثر للسعودية برأيك؟ نحن لا نستطيع أن نحكم على الأسماء الآن ولا حتى على التصريحات السابقة، هذا كان رأي شخصي، نعم ولكن على كما ذكر معالي الوزير على التعاطي بعد وصوله إلى الرئاسة مع الملف العربي، مع عودة لبنان إلى الحاضنة العربية، مع إيقاف عمليات تهريب المخدرات والسلاح إلى المنطقة، مع مدى تقاربها مع الموقف الإيراني والمقاربة الإيرانية من دول الخليج والمنطقة، طب بالرأي الشخصي مع دكتور خالد، نعم بالرأي الشخصي، رأيك قائد الجيش اللبناني الأستاذ جوزيف عون أو العماد جوزيف عون أقرب إلى هذه الفكرة اللي عم تطرحها؟ لا، أنا أعتقد أنه، وهذا رأي شخصي من متابعتي لهذه الشخصية المهنية الفذة، أنه الأكثر استقلالية من كل الأسماء الأخرى، اوكي والأكثر مهنية، والأكثر لبنانية، ونحن في النهاية نريد شخص يمثل لبنان ولا يمثل قوة خارجية. أيضا هو عنده كاريزما وشخصية قيادية وعنده مصداقية في الشارع اللبناني، هي منطلاقا من مصداقية الجيش وقدرته على الوقوف على الحياد اوكي ومسافة متساوية من الآخرين. فرأيي الشخصي أنه سيكون رئيسا ناجحا فيما لو استطاع أن يواجه حزب الله وأن لا ينحاز إليه أو إلى أي طرف آخر داخلي أو خارجي في مهمته فيما لو وصل إلى مقعد الرئاسة. اوكي طيب